واضح وصريح. يومكم سعيد، صباحكم فل. 10:06 في استوديو تي اف ام، موعد متجدد مع واضح وصريح. ساعتين من زمان كل يوم نقترح عليكم جملة من المواضيع اللي إن شاء الله نكونوا فيها واضحين وصرحة. صحبة المختار مختار الخلفاوي، يومك سعيد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حمزة، صباح النور للفريق الكل، للمستمعات والمستمعين. صباحك فل، أهلا وسهلا ملك جلاسي. صباح النور حمزة، تحية كبيرة ليك وكيفة المستمعين، وبداية يوم موفقة لكم الكل. بداية يوم موفقة سعيدة للجميع. أهلا وسهلا سي سلك الوحلين حسين بهلول. صباح الفل والياسمين حمزة، صباح الرزق، صباح راحة البال. أي. ما خيرش من الرزق وراحة البال. ما خيرش. و 18 مليون رجعتهم ولا؟ في اثنين. تعالوا في السوق. تعال البارح. نستناو. أهلا وسهلا أسامة الشوالي. صباح الفل. صباح الفل حمزة، صباح النور لكل الفريق ولكل مستمعي ومستمعات يا فهم. عندك صحابة باهية؟ نشوف مازلت عندي حويجها في الكربة، نشوف اسكو كي تتحل مريقلة ولا اي ولا يزمك او حيدة جديدة. اسكو تتحل او اسكو اسكو او المخ هذه صحابة متاع صحابة متاع الشتاء، على خط العصفورة قالت لي راي اليوم حاجة في الشتاء، فهمت شنو تحب تقول؟ قلت لها ان شاء الله ربي يعطينا من خيره، احنا شنو نحبوا؟ كان الشتاء وغيث نافع، خاصة حمزة انه نسبة امتلاء السدود تراجعت ل 27%. اكزاكتومون، وصلت سمعت حتى بعض السدود اللي فيها 7%. 7% يحب يقول ما عادش فيها ميرة، وبقى لها شفاف حقيقي. شفاف وهو العام على خريفه. وي العام على خريفه وعلى غسالة النوادر. احنا قاعدين نستناو فيها، نستناو فيها ان شاء الله ربي يعطينا من خير. ومختار خلفاوي بعد شوية مخدرتك لليوم، وين مشي هزنا يا مختار؟ والله شوف انا باش نرجع والاكتواليتي تقريبا 3 شهور، منها 15 سبتمبر الى 15 ديسمبر، على موضوع هذايا الاستشاره الوطنيه لاصلاح النظام التربيه والتعليم. من خلال الاستشاره الموجوده الان على البلاتفورم اللي يدخلوا لها التوانسه للادلاء بارائهم، باش نرجع بعد شويه على موضوع الاصلاح. ماذا يعني الاصلاح؟ هل نمسوا الزمن المدرسي؟ نمسوا البرامج؟ قال بعض الناس اللي عرفتهم قالوا لي علاش ما يصلحوش الضوارب؟ يعني يمشي الى جزئيه الضوارب. كيف يمكن ان نقارب مساله الاصلاح مقاربه منظوميه؟ منظوميه. مختال خلفاوي اللي قام هو بالاستشاره وادلى برايه على الموقع نتاع بدلوي على الموقع نتاع الاستشاره، وبعد شويه نجربوا معاكم زاده كيف هذه العمليه، وندخلوا على الموقع نتاع الاستشاره نشوفوا كيف تتم العمليه. ملهمون اليوم، شكون يا ملاك اليوم؟ باش نحكي لكم على أوكرانية تبدع بالفولارة التونسية. في تونس ولا في تونس؟ تعيش في تونس من سنوات. شو تبدأ بالفولارة التونسية؟ معناها اليوم تستعمل الفولارة التونسية في صناعة ديكوبي يدوية، عرايس يدوية، حاجة ياسر مزيانة، عرايس يدوية بالفولارة التونسية، فولارة وهي أوكرانية. مش الفولارة في تونس، مش الفولارة الإيرانية، لا فولارة تونسية، تونسية المحرمة، التونسية اي المحرمة، يطمئن لا لا المحرمة التونسية. حاجة أخرى ملهمة باش نحكيو عليها زادة اليوم، ما قبل نسمعكم هذا الصوت باش تقولوا لي كنت تذكروشي تاع شكون. مبروك لتونس، مبروك الجربة، توا عملوا الفوت في اليونسكو وجربة المونيمون تحت عداء وتراث عالمي باتريمون مونديال. Je suis tellement émue. C'est un projet, نعرف l'association Assise ou l'INP. ذكرتوها وزيرة السياحة السابقة ميل كربول، الفيديو كان انتشر البارح برشا، والحقيقة عجبني برشا، دار برشا على الانستغرام زاد كيف على شبكات التواصل الاجتماعي الاخرى، وهكا محلاك تبدا في الغربة بالدموع 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 على اختيار جربة او التحاق جربة ب لائحة اليونسكو للتراث العالمي، منظمة اليونسكو. بعد هذا من المواضيع نرجع لها في ساعتنا الثانية، وعندي لكم مفاجأة من السعودية أين تم التصويت على هذه العملية، تو بعد نقولكم عليها المفاجأة اللي باش ناخذوها في تليفون مباشرة من السعودية. نحكيو على هذا التتويج، الحدث التونسي والتحاق جربة بركب لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. سلك الوحلين، وين نمشيو اليوم؟ مشيو البنعروس، بنعروس وين فما إدارة تابعة
الوزارة التجارة تشغل فيلا واخذة فيلا عاملة فيها الإدارة الجهوية. الفيلا هذه على ملك مواطنة تونسية. نشوفوا فيها ديجا تشوفوا معايا في الفيديو. دار كبيرة مساحتها أكثر من 800 متر مربع تحل على ثلاثة وجهات. جهوية. ترفع برشا كراهب إلى آخره. كونترات الكارية متاع الدار هذه وفاء المفروض من 2019. تجدد لأول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة لين وفاء في 30 جوان 2023. واليوم الإدارة هذه موجودة في الفيلا هذه من غير لا كونتراتو، من غير خلاص الكراهية للمواطنة التونسية. هذا كل باش نفهموه ونحاولوا نفهموا علاش هالوضعية هذه نتاع مدام آمنة وبتاع هالإدارة الجهوية للتجارة مش خلصة الكراهية. ما خلصوش الكري إدارة الجوية تاع التجارة ومش خلصها الكري. نصبر على بعضنا، ما عندهمش كونترات أصلا حمزة. نصبر على بعضنا، شنو هو المشكلة؟ وفيل كونترات من 30 جوان مبلي ولا مش مبلي؟ لا مش مبلي، هيش مبلي. نصبر وإيش بيه بيه. دونك هي إدارة ولكنها كارية وتو عندها مدة مش خلصها الكري وما عندهاش كونترا. الكونترات وفي من 30 جوان 2023، يعني جويليا أوت وإحنا في سبتمبر. إدارة وموظفين متاع دولة موجودين في عقار. شنو طالبة مولاة الدار؟ طالبة تسترجع العقار متاعها، خاصة أنها مش موافقة برشا على سوم الكريم تاع الدار هذايا. الشيء اللي تونس نزيدوا نفهموهم بعد بأكثر تفاصيل مع مدام حتى بند أنه العقد يجدد بصفة ضمنية سنويا ولا لا؟ لا عندهم برشا، عندهم نرجعوا له بعد شوية بالتفاصيل. أما الكونترات عنده سنوات على حسب ما قال لي حسان. هاي هاو جاي التليفون يا سيدي، خلينا ناخذ المعطيات. حضرك الصحابة متاعك. أيوه يا أسامة على ما ياتي. وي اي لا مش نبعثوه لفرنسا فيها مطرطه ونعرف اي هنا سارد. لا لا هنا لا يحضر صحابته على الشيح. ايوه اي اي باه اي شنو اي سويس اي شبه سويس اي اي قالوا اي 400 مليمتر اي قالوا حتى 500 في بالي اي دور اللي بديت نطلع شويه الرسمي اي باي واضح اي اي في علاقه بالخبراء نتاع الرصد الجوي. باهي واضح واضحه هذه المعطيات. شكرا 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 سي العصفور، يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. هتكلاع ميخي اسامه باش يمشي فرنسا توا خاطر فيها عواصف وكذا ومطر وفيضانات. دونك اما احنا الى حد الان الحمد لله لاباس وان شاء الله نكملوا لاباس. يا اسامه مهمتك لليوم تتعلق بحقيقه السيناريو السويسري المتعلق بكميات الامطار المنتظره جمعه جايه ديتن 24 25 26. سمعت بلاغ كان تم نشره هكا اي بما انه فما سيناريو سويسري يقال من احدى المراصد ربما نتاع الرصد الجوي السويسري اللي تحكي على هذه الهدره هذه. هل صحيح اللي التوقعات نتاع هالمرصد هذه تحكي على كميه امطار تنجم تكون اسمع مليح اكثر من اللي عرفته ليبيا في اعصار درنا؟ بما انه فما بعض الارقام قال 500 مليمتر واكثر معناها كتوقعات. وشنو يقولوا الخبراء ومهندسي الرصد الجوي عنا في تونس؟ معناها ما شنو نقولوا؟ ثم هل فما مراصد اخرى مثلا عالميه بما انه فما سويسري ماشي مراصد اخرى عالميه نجم نستقيوا منها بعض المعطيات الاستشرافيه؟ معناها ايش باش يصير نهار 24 25؟ ما هي السيناريوهات المنتظره فيما يتعلق بالمطر؟ واضح فهمنا؟ واضح وصحيح. يلا سيدي انطلق. المهمة هذه مهمة أسامة بالنسبة اليوم يرجعنا بتفاصيلها نص النهار غير أربعة الموعد كما قلت في ساعتنا الثانية باش يكون مع كلم المدير. وأخيرا جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، شنية كواليس هذا الإنجاز الوطني؟ شنو أهمية هذا الحدث؟ شنو ينجم يبدل في مكانة جربة عالميا وإقبال السياح عليها؟ كلم المدير اليوم مباشرة من السعودية مع تنشوفوا اشكون من بعد. نخلي لكم المفاجأة، ناخذوا فاصل سريع ونرجعين.
حتى في برامج أخرى سابقا موضوع كراسات الشروط والتراخيص، وخاصة الموضوع متاع بعث المؤسسات، رجع عليها رئيس الجمهورية البارح في الاجتماع المطول يا مختال يعملوا في مجلس وزاري مضيق لمدة ساعة ودرجين يحكي رئيس الجمهورية البارح، وحكاية من ضمن المواضيع الحكاية هذية الناس كيفاش نجم تأسس شركات متاع نقل. تو بعد شوية نسمعك شنو قال رئيس، كيفاش واحد يجي يحب يعمل شركة عنده كاميون يقولوا لا انت عندك شنو كاميونة، ايه ما يعمل شركة كاميون يزبك 17، علاش 17 علاش مش اكثر علاش مش اقل، هذاك هو كراس شروط يقول يلزمك 17 كاميون ما كانش ما عندكش الحق تعمل شركة، موضوع نرجع عليه بالتحليل شوية اخر. اما الان نمشي ونسمع اصواتكم على الريبوندور 71 194 194، وتنزلوا واحد وتوصلونا أصواتكم كل صباح. إشكال البلومية بخير سي حمد، كل مشيت المختار بلاش مختار تو البارح سمعت في الاخبار تم 4000 ما عادش كيفاش العدد بالضبط في الاخبار على اساس خرج كراش مدعم، لكن انا تو انا شريت للولاد كرارس ماهوش مدعمين، ايه هاك المدعم هذاك شنو باش يعملوا به؟ شبي ما خرجوش قبل من العوده بجمعه مثال ولا جمعتين كراش مدعم. هذا يجيبك المختار. هما الكوش توا يعملوا في خبز السميد قبل الخبز نتاع 200 فرنك. كان نتاع 400 يعملوا فيه قوم ولا 4 نتاع الصباح يحطوا هذيك باش الناس مساكن تيقف 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 ويعيوا من الشمس وياخذوا الخبزه اللي ب 400 الفرناطه نتاع 200 فرنك الا يجي ماضي ساعتين لما الروسه تنقب الشمس. هذا اللي صاير في الكوش وخاصه اللحوم الشعبيه. 10 ايام وين يوميا نطبخ ونكلمهم العشيه وهما مني نمرو تليفون نمرو المونغالة الشارع وحتى انترفونسيون، قلت لهم راهو عيب راهو انتم تحطوا في السيت نتاعكم تحكيوا على قطره ماء. وي الو عسلامة سي حمزه. انا مواطنه من الحمديه سيتي حي طياري زاف اسمها حي طياري. عندنا كوشة قبل بنهارين رينا كاميون سميم هبط الفارينه، الكاميون معبي هبط الفارينه، بعد بنهار مشينا نشريو الخبز قال ما فماش فارينه، قال عندي كان شكاره خرجت لكم بها الخبز، وتو نهارين ما فماش خبز. وكيفاش تجيب لنا مسؤول خليه يعطيه يوضح لنا، وقتاش باش يفرقوه من المشاكل الاجتماعيه؟ رانا صبنا من الكري صبنا من الكري صبنا، تحاول كيفاش تجيب لنا شكون مسؤول خليه يوضح لنا، يعني وقتاش باش يعطوهم المشاكل الاجتماعيه؟ اشكال البلومي اطلب الريبوندور على 71 194 194. مرحبا باتصالاتكم جميعا، كل يوم كل الصباح نسمعوكم في زوز مواعيد، هذا الموعد الأول، وفي الساعة الثانية الموعد الثاني 71 194 194، تنزل على واحد تحكي لنا الموضوع تخلي اسمك ونمرو التليفون. والسيد قالك توا البارحة وقالوا هبطوا يا مختار هالكراسات المدعمة، أولا هبطوها مخر توا صغار رجعوا يقرأوا والأغلبية شراوا أدواتهم، وثانيا نويني قال هما هبطوها قبل العودة المدرسية بمدة، ولكن في ساعة ما يوفيو وراي المشكلة برشا من الناس تشكي على غياب الكراس المدعم اللي يسموه اللي هو صار مفقود متلقاش، لأنه هذا يرجع إلى القوانين إلى نظام الكوتا المخصص في الورق لمصنعي الكراس المدرسي. زاد تلوم عليه هو تعطيه أنت كوتا معينة على أساس أنه هذه من الورق المدعم مش يخرج به الكراس المدعم، يعني بها لك كوتا قليلة جدا وطوفة. يعني كي تجي تلوم على شكون؟ تلوم على من يضع القوانين. أنت علي في الكوتا بتاع الورق المدعم تو تخرج الكراس المدعم كما قال رئيس الجمهورية، ولكن بلا متابعة لما يقول. وقت قال لك كراس واحد للشعب كيما خبز واحد للمواطن، هذه ما تتعمل إلا ما يتم إعادة النظر في نظام الحصص نتاع الورق المدعم اللي تخرج منه الكراس المدعم. يعني خاطر باش نفهم ومختار كيما أنت قلت، هي الشركة هي الشركات الخاصة اللي تعمل في الكراس المدعم، ولكن نعطيوها كتا نتاع ورق باش تنجم تدعموا الدولة اللي هو
اللي هو نسبة ضئيلة جدا، اللي هو نسبة ضئيلة. إذا المسلمين يعملوا بيه هل من المصنع أم من المشرع؟ المشرع وضع القوانين هو اللي يلزمه يبسط يده، هو يزيد في النسبة باش من بعد طالب الشركات ها وزدناكم في النسبة دونك تزيدوا في عدد الكراسي طبعا. وكذلك مختار الخلفاوي مانيش باش نبعدوا على الكراس باش نحكيوا على إصلاح التعليم، الاستشارة الوطنية اللي انطلقت منذ أيامات في مخ هدرتك لليوم. مخ الهدرة هو حديثنا حمزة على الإصلاح. تعرف كلمة الإصلاح تقلق شوية، تثير نوع من الحساسية. هذاك علاش يتم أحيانا التحايل باستعمال كلمات أخرى أرادفة كما التطوير، في عوض نقوله إصلاح تربوي نقوله التطوير التربوي. نفس الشيء ثم استعمال كلمة إصلاح نظام التربية والتعليم كما ورد في عنوان الاستشارة الوطنية اللي حول إصلاح نظام التربية والتعليم اللي وردت في الاستشارة اللي تحلت نهار 15 سبتمبر وتتواصل 3 شهور إلى 15 ديسمبر. 3 شهور هي مفتوحة الاستشارة. قبل احنا باش نرجعوا من بعد الاستشارة ونعملوا زيارة للمنصة نتاع الاستشارة ونشوفوا هي استشارة مفتوحة للعموم، هل الشعب الكريم ينجم يدخل لهذه الاستشارة وينجم يجاوب على الأسئلة اللي في المحاور المطروحة فيها فيما بعد. اتبقينا انا كي نحكي معاك نقول لك انا ما نميلش برشا لنظام التربيه والتعليم، نميل اكثر لاستعمال منظومه التربيه والتعليم على الفرق الموجود بين نظام وبين منظومه، ريجيم اي سيستم. ومنظومه هي ادق واوضح في الدلاله على معنى الاصلاح والاصلاح التربوي. هو الاصلاح يكون في تناغم مع منظومه التربيه والتعليم، منظومة التعليم العالي، منظومة التكوين المهني، أي هي شاملة لكامل حلقات هذه المنظومة بما فيها ما قبل المدرسة، المدرسة ثم الجامعة ثم أيضا ما بعد اللي هي تهم مثلا تعليم الكبار. كلها تدخل في هذا الإطار. بطبيعة الإصلاح في تجاربه السابقة تمت من خلال شراكة بين وزارات الإشراف اللي هي التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل والمجتمع المدني والطرف الاجتماعي، هذه فيما سبق. توا من خلال الاستشارة باش نشوفوا صيغة جديدة. اتبقينا اش نقصد بإصلاح تربوي؟ اش معنى هاي؟ نقصد بالإصلاح التربوي انه نمشيو الى 4 منظومات كبرى. منظومة الاولى في الإصلاح التربوي هي منظومة تشمل البرامج وتشمل الزمن المدرسي وتشمل الحياة المدرسية. البرامج بمعنى أنه البرامج اللي تتضمنها مناهج معينة وكتب، البرامج يساوي منهاج وكتاب. الزمن المدرسي في علاقة يعني زمن المدرسي للتلامذة وأيضا للمربين ولمكونات الأسرة التربوية. الوقت في علاقة بالزمن الاجتماعي اللي هو يهم العائلات. الحياة المدرسية يا سي حمزة الحياة المدرسية هي المقصود به هي ذلك النشاط المدني والتربوي والترفيهي والتثقيفي والرياضي اللي يتم في المؤسسة التربوية، وفي غياب حياة مدرسية نشيطة تتحول المؤسسات التربوية إلى محتشدات منفرة ما عاد يحب يقرب لها حد، وهذه من المشاكل الحقيقية. وهذاك علاش أي إصلاح ينبغي أن يعيد الاعتبار للحياة المدرسية. المنظومة الثانية بعد المنظومة اللي ذكرتها لك هذه، المنظومة الثانية هي منظومة التكوين. ومنظومة التكوين تشمل تكوين المدرسين اللي هي تكوين المكوني تسموها، تشمل أيضا تكوين إطار الإشراف وتشمل أيضا ما يعرف بالتكوين المستمر. احنا في تونس منظومة التكوين وحدها عندنا قرابة 6 مؤسسات تعنى بالتكوين، من أهمها مثلا المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات سينافوب بقرطاج، وهو يشمل تكوين كافة أسلاك التربية وعدد متاحة 10. وفي الظاهر نختزل الى استاذ معلم وتلميذ، 10 اسلاك معنيه بهذا التكوين والمؤسسه التربويه فيها 10 اسلاك
كيف شنو المعلم المدير المدرس هذاك طبعا اما ثم القيمين اعوان التاثير المرشدين الاخصائي المتفقدين اعوان المخابر العمل يعني ثم 10 اسلاك في التربيه كلهم مشمولين بقضيه التكوين والتكوين المستمر مش تكون المدرس فقط وما تكونش باقي الاسره التربويه لازم تشتغل في تناغم المنظومه الثالثه حمزه هي منظومه التقييم والتقويم المنظومة هذه التقييم في علاقة بالمراقبة المستمرة نظام ثلاثي سداسي امتحانات فجائية أسبوع مغلق برشا أوليات ونشوف حتى في الأسئلة على استشارة يقولك تحبوا تحافظوا على أسبوع مغلق أم أنه منفر خليه الامتحان يتعدى هكذا في وسط الدروس أفضل أسوة بالدول المتقدمة من غير ما تعمل غول اسمه أسبوع مغلق وأسبوع الامتحانات نفس الشيء حمزة في موضوع التقييم التقويم والتقويم التقييم هي يعني يقيم عمل الماء والتقويم يصححه ويصلحه ويعدله هذه متصل به أيضا منظومة التوجيه التوجيه اللي هو احنا عنا في بلادنا كما تعرفوا عندنا ثلاثة سيزيام نوفيام وبكالوريا السيزيام والنوفيام كاين اختيارية لأنهم يتعدوا بها إلى المدارس النموذجية في السيزيام والنوفيام يتعدوا إلى معاهد نموذجية بينما التقييم الوحيد في خلال دراسة التلميذ التونسي من الابتدائي حتى للبكالوريا في الباك فقط وهذه مشكلة حقيقية هل في مراجعة منظومة التقييم والتقويم باش نعيد الاعتبار للسيزيام النوفيام ويصير معناها امتحان وطني. للارتقاء وطني منظومة الأخيرة منظومة التوجيه التوجيه وما أدراك ما التوجيه الجامعي وانت بديك خدمت عليه التوجيه نحو التعليم العالي وأيضا التوجيه نحو مسالك التعليم التقني إذن منظومة التربية والتعليم هي تتم في هذا التناغم بين هذه المنظومات منظومة البرامج والزمن المدرسي والحياة المدرسية واحد منظومة التكوين اثنين ثم منظومة التقييم والتوجيه مخ الهدرة أربعة منظومات حسب المختار في الإصلاح شنو القى من ذي الكل في الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم جرب مختار الاستشارة وبعد شوية باش نجربوها معاكم على الموقع مباشرة e-istishara.edu.tn وناخذوا آخر الأرقام حول التوانسة المشاركين في الاستشارة أما الآن ماشيين إلى تونسية أوكرانية عملت حاجة مزيانة ياسر تحكي لنا عليها ملاك في ملهمون نحكي لكم على إينا أنيسوفا اللي هي أوكرانية تعيش في تونس من سنوات إينا تغرمت بالعرايس وخاصة بالفولارة التونسية اللي هي وليت بيتها تحب تعمل منها دي بوبي تعمل منها قفف دي اكسسوار الفولارة اللي تقول إنها زادة ذكرها في بلادها Comme vous voyez, je travaille beaucoup avec le foulard tunisien. J'aime beaucoup le foulard tunisien. Ça me rappelle mon pays. Nous avons aussi les foulards colorés, fleuris. Tunis aussi, ça existe. En fait, je crois que c'est international. Voilà, je fais des pochettes, les coffins, des boucles d'oreilles, les poupées, bien sûr. هذه إينا وهي تحكي لنا على شنو تعملوا انتم توا تفرجوا فينا على اي اف ام تي في لازمكم تشوفوا التصاور خاطر التصاور مزينه برشا لهنا إينا تقول لنا علاش اخترت انك تستقر في تونس Je suis venue en Tunisie depuis 20 ans. Allez, je suis venue en Tunisie parce que je suis venue comme une femme d'un Tunisienne. On s'est rencontré avec mon mari à l'université, on était les deux les étudiants. Voilà, on a terminé nos études ensemble. Et lorsqu'on a reçu nos diplômes, on a décidé de rentrer en Tunisie. Ina, وقتاش وكيفاش بديت الخدمة بالفولارة؟ نحب خدمة مانويل. Et depuis mon petit âge, Dima, je faisais quelque chose avec les mains. Ça a été la broderie, la macramé, le crochet, la peinture. Toujours, je faisais quelque chose. J'ai pas pu passer le soir sans faire quoi que ce soit. Lorsque je suis venue en Tunisie, la vérité, au début, je n'ai rien fait parce que ma petite fille, elle était encore petite et j'ai pas eu le temps.
Non, j'ai pas eu le temps. Mais lorsqu'il est grandi, j'ai commencé à m'amuser plutôt avec elle. On a fait les petits tableaux, les petites poupées. Au début, les poupées, elles ont été très simples, pas comme aujourd'hui. إنا ديجا كي نسمعتوا الصوت هذيك صوت الماكينه خاطر احنا وقت اللي اتصلنا بها ديجا إنا تخدم فحابين نوريو صوت الماكينه وهي تحضر في بوبي جديده. إنا كيفاش كانت رده الفعل نتاعك بخصوص لي بوبي اللي قاعده تقدم فيهم؟ إنا عندي 8 سنين في الدومين. La vérité, les gens aiment خدمتي. Ça me fait beaucoup de plaisir de voir les gens lorsqu'ils viennent, ils regardent mes poupées, ils choisissent pour ses amis, leurs enfants, leurs petits-enfants. هذه حكاية إناء الأوكراني. ونحب نقول لكم حاجة أخرى لهنا ما قالتيش إناء إنه هي باش تعلمت تصنع لي بوبي هذوما. هي تفرجت في فيديو مرة على الانترنت دونك شافت كيفاش يصنعوا لي بوبي من القطن, فبالتالي بدأت تجرب وبشوية بشوية وصلت اليوم للنيفو هذي. وهذه ديما التعلم عبر المشاهدة وين ينجم يهزنا. شكرا جزيلا ملاك, وشكرا لإناء الأوكرانية اللي أبدعت بالفولارة التونسية. بعد شوية في سلاك الواحلين بعد ما كريت سنوات الإدارة تابعة لوزارة التجارة ما عادش يخلصوا فيها في الكري وما يحبوش يرجعوا لها المحل متاعها اللي مطالبة هي به لأنه ما عادش مساعدها سوم الكري. تو بعد شوية نحكيو هذه الوضعية في سلاك الواحلين بالنسبة لليوم مع السيدة آمنة معموري في بن عروس. أما الآن ماشيين للمرشي سنترال أيها المختار مع صديقنا هاكا قاعد غيرت غادي البلاصه نتاع المرشي سنترال المفيد نتاعو في بالي ما عادش توزيت نشوف محمد علي وتم تنظيف المكان. هاي سيدي هاد خلينا نشوفوا محمد علي يعطينا التفاصيل. قلنا محمد علي انا ما هبطش غادي يحكي آه إن شاء الله نهارك زين محمد علي فرشيشي. يومك أسعد وسحر الورد والياسمين ليك ولكل المستمعين يا حمزة. وإحنا في السوق المركزية تاريخ هذه يا مختار وهذا مخ الهدرة اليوم ومن عام 1893 وقع إنشاء السوق هذه إلى يوم الناس هذه باش تعرف القدم نتاعها. 1892 1892 أيوة هاي اعطينا اش عندك اي هاو باش نبداو واحنا خاطر يمكن لافار اليوم باش نلقاو هنا انت قايد عندك الاسوان اي تاي هنا هاو العلوش ب 42 دينار العلوش باهي والبقري الهبرة ب 32 هذه الهبرة الهبرة ب 32 لهنا عجول باهي وتونسي باهي باهي يتكلم هبرة مزيانة بدك ولا نشاهيك اي اللحوم وتعرف شركه اللحوم معناتها مؤسسه وطنيه ب 38 لهنا العلوش هاي داكور اي ديجا 4000 فرق ولا الهبره ب 33 الهبره لهنا ب 33 هذوما قيدهم الاسعار عندك حمزه تو باش ندخلوا حتى ندخل احنا نشوف خذها اما خلينا نقفوا في الدجاج اي ونية انا ما فهمتش هذه هل التسعيره نتاع 8890 انا عندكم 10 ملم هذيك هي يا محمد علي هذيك هي اكل دوروا اكل 20 واكل 10 يرحمونا قول لهم سكروها ما حطوا 10000 مازال والله اي والله كيما الباكيت كيما الباكيت اي 190 هذاك ماركتينغ سينار كل سمر طل يحط لك طل يحط لك طل يضر كيلو يضر سمر طل وش في بالك بو كيلو اي ب 42 العلوش يعني من فترينا الفترينا ديجا فما فرق 4000 محمد علي في السوق اي تم 4000 علاش قلت لك اليوم لافار نتاعنا لهنا احنا باهي برا هاك 42 نمشي ونطلع غادي صبري اي الله يعينك هاي نايس دونك هذايا كان الحم علوش والبقر ايه شنو باش تعطينا تو الغله اي انا باش نشوفوا اعطينا شو عندنا ترى العصا باهي قداش الاناناس هاي بطيخ الاناناس عرفتوا توليت نعرف وش يقولوا له عاد هالفي صابونه ومن بعد انا اخذ لك شويه هاي هاي الطابونه صحيح ترى باهي ايش عندنا اخر التفاح ب 5000 لا لا عليك هو
كالعادة يا ولدي راني مش مسار فيها كالعشرة اللي تحبتها 4990 أنا راني 5990 أهلا بيك قناوية أنا تعدلنا مرحبا بيك عايش خويا ربي عايشك عايشك باهي لنزات التفاح 5080 لنزاس 6000 لنزاس العربي معناها لا لا مش عربي هذا ويليام ويليامز ويليامز هذا الويليام شكون هو؟ خلينا نقول السوري استرنا شوي شكون هو ويليامز شكون محمد علي منين يجي الويليامز هو النوعية تاع هذا اسمه ويليامز المثل هذا دكا خاطر نعرف الانجليزي العربي اغلى شوي ولا اي لا مش نقول شغله برشا مش موجود مش موجود اي لا انا براتيكمون ما شفتوش بكل السوق نبدا هاكا القناوية شنو هو الافار في الخضره بقل مصروف محمد علي حسب معاينك والله شوف يا حمزه توا في الوقت هذا وقت الخضر الورقيه لانه الطماطم تويكا معناها اذا اكتف بينا ربي ب 2500 اي وين يعني ما ريتهاش الورقيه تو في اللي دورت فيهم انت لا هما هما قدامنا والسلايت السلايت جوستومون امبارح امبارح لقينا السلايت بدينار لهنا ب 2000 وب 2500 جايه لهنا هاي 2000 وب 700 الخضر الورقيه هيك غادي هيك دونك تو هذا وقت الخضر الورقيه السعر نتاعها معناها خلينا اذا كان باش نطبقوا تسعيرها نتاع وزاره التجاره اللي عامل بلافونمون نتاعها على مستوى الجمله بدينار و700 يعني تجي 2125 لكن مستحيل باش تلقاها بالسوم هذايا نحكي له صحيح والبروتو وعندهم الحق راهو لانهم هم ما همش محميين خاطر يقول له دينار و700 في الكيتون ويعلم ربي قداش ياخذ عليه ياخذ عليه المعلومه اللي عندي ما بين 5 و10 الاف على الصندوق وين وزاره التجاره في الحل هذا وزاره التجاره ماهيش معناتها وزاره التجاره تو يجيو لهنا يلقاهم مسحق في بلاكه اضعف الايمان يعمل له مخالفه على البلاكه وقت اللي غال حسب رايي انا غالط برا انت شوف انت ايش قاعد يصير على مستوى تحت الطاوله وين اش قاعد معناها خلك هو يعطيه يهبط له ولا ما نعرف مشكله هي يعطيه مش يا محمد علي صباح صباح النور تلفت فقط على موضوع اشهار الاسعار صحيح ثم برشا حوايج تحت الطاوله ويفرضوا عليه هما من سوق الجمله اما المواطن زاد ماذا بيه يشوف يلقى البلاكه في السعر يلقى البلاكه معناها بصرف النظر على ما تحت الطاوله والكواليس صحيح احنا يا حب مخ الهدره يا مختار اي نعم سيدي مخ الهدره وانه احنا في تونس كمستهلكين ما مش في صبرنا اي ما عندناش مش في صبرنا مش في صبر واضح اليوم لقينا لافار شويه الحم اللي فما ب 38 دينار اللي حكي عليه محمد اي فرجيش يقول لافار خاطر مقارنه بالسوم الاخر نتاع 42 مخ يعني 4000 شوف محمد اي هو احد الخبراء الكبار اي رو اصناف مثمى لحمه بقري بالعظم توصل حتى ل 34 طبعا لا هو الهبره يحكي الهبره يحكي على الهبره فقط اي يحكي على الهبره اي اما ثم انواع اخرى حتى ل 34 36 42 فوالا تلقاها بقل شكرا جزيلا محمد علي الفرشيشي مباشره من المارشي سنترال اليوم المصروف. بعد شوية شوفوا مع حسان شي باش نعملوا في الوضعية متاع السيدة آمنة معموري اللي عندها فيلا كريتها منذ سنوات لدارة تابعة لوزارة التجارة لكن من أشهر ما عادش تاخو في الكري متاعها وزيد ما عادش موافقة هي على أنها تكري لمصالح الوزارة اللي عندها سنوات وما حينتش السعر متاع الكري اللي خسيمه الحاكم ليه ربي تو هذه كري للحاكم هي مشكلة ما عاد ونشب تشكي بالإدارة الجهوية ايش مستعب هاوك حسين قاعد يحاول يلقى له حل مع الإدارة الجهوية مع التجارة معناتها وما أدراك تشوفوا من بعد ناخذوا أكثر تفاصيل مع حسين أما هات توا نمشيو للاليرت اللي تجينا من لقاء رئيس الجمهورية البارح أيها المختار في مجلس وزاري مضيق جمعه برئيس الحكومة وزير الداخلية
وزيرة المالية ووزيرة العدل أكثر من ساعة وعشرة دقائق والرئيس يتكلم في الفيديوهات على الأقل اللي هبطت على صفحة رئاسة الجمهورية جملة من المواضيع ترقلها الرئيس من التلفزة الوطنية إلى البنوك. ولكن حبيت نرجع معاكم ومعاك يا مخ على نقطة مهم ياسر وتشكيوا منها الكثيرين من الناس، حكي عليها الرئيس البارح، نحب ناخذ فيها رايك، وهي نقطة بعث شركات معينة وموضوع كراس الشروط. نحينا الرخص في جملة من القطاعات، عوضناها بكراسات شروط، لكن كراسات شروط معمولة أحيانا على مقاس البعض. نسمعوا قيس سعيد. جاءوا قالوا نحينا الرخص، عملنا كراس شروط، هذه الشروط ما يقولوا نحن شرط العازب على هجالة، هذه هي كراس شروط في تونس. وقت تحدثت مع عدد من الاقتصاديين بالنسبة للشروط المتعلقة بالنقل البضايع، يلزم يكون عندك 17 على الأقل 17 شاحنة، يولي عنده شاحنة واحدة. شرطين على شنو؟ معنى أنت باش تعطي المجموعة مونوبول معنى رخصة، معنى مجموعة. هذا بالنسبة الكراس شروط واحد، كراسات هذه من نوع آخر، مش بمناسبة العودة المدرسية، بمناسبة هيمنة اللوبيات على الاقتصاد. تحب اقتصاد حر تفضل واحترم القواعد، تحب اقتصاد حر تفضل احترم القواعد. في الحديث على بعض القطاعات مختار اللي فيها مونوبول وسيطرة لشركات وأسماء معينة، في معنى أنه يدخل هو للبيت ذيك، قال الرجل للقطاع يسكر الباب وراه. صحيح. يعني هو كي يتمكن من بعد ما عادش يحب حد يدخل معاه. أعطى مثال الرئيس وهو موجود اللي هو المتعلق بحكاية شركات النقل. باش تكون عندك شركة نقل يزمك عدد معين من الكمين، أسطول لا يقل على عدد 17. قال الرئيس، تقول أنت علاش 17؟ يصعبوا فيه، علاش؟ شنو رأيك اللي قاله الرئيس؟ هذايا بصرف النظر على تفاصيل أخرى في هذه اللقاءات الليلية، ولكن على الأقل كي نتوقف عند بعض النقاط، بعض النقاط كما الموضوع هذا، موضوع مطالبة التوانسة بالتخلي على نظام الرخص، لأن نظام الرخص والتراخيص هو مدخل للفساد. بالضبط. مدخل حقيقي للفساد. لكن قولك التعوض بكراس شروط، اللي هي كراس شروط توفر جملة من المعايير لممارسة نشاط ما، والرئيس الآن مس النقطة اللي توجع. وي. انه فما البلاد تحولت الى غنيمة يتحكموا فيها دي مونوبول 6-7-5 وفي كل مجال. بالضبط. نعطيك مثلا المجال اللي هو تحكي فيه ناس على نظام الرخص، الرخص والتراخيص لبيع المشروبات الكحولية. وي. كي تجي تشوف هذا تبحث عليها تلقاها 5 كبارات. أي. واحد زميمهم وهو غير مفتوح للبقية. أي. خاطر نظام الرخص يطلب جعالة وولاءات وتعليمات، وخيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. اللي كانوا في عهد بن علي أصحاب هذه الرخص هم اللي حد الآن أصحاب الرخص، وحد ما يدخل يزاحمهم. تشوف قطاع مثلا العجين الغذائي كيف كيف، تشوفها في مواد البناء مثلا، معروفة كل سلعة كل إنتاج، ويقف وراه مونوبول يرفض المنافسة رغم أنها تجارة حرة. وي. ومفتوحة واقتصاد حر في الـ في الـ في العنوان، في العنوان حر، ولكن عمليين يعقدوا الأمور، هذا هو باش ما يدخل حد ينافسهم كما قالك تو مخ معنا عمليا. انت عنا كراس شنو تحب؟ انت مختار، انت مثلا تحب تعمل شركة متاع نقل، هي تفضل، شكون شدك؟ ما شدك حد، فقط توفر لنا أسطول ما يقلش على 17 كميونة. احنا أزمتنا الآن الكبيرة جدا، متعرف أزمة النقل. أزمة كبيرة جدا. يقولك لماذا لا يساهم الخواص في على الأقل باش يعاونوا شوية المواطن في رحلة العذاب اليومية إلى العمل نتاعه ولا العودة؟ للأسف مغلقة، وهذا هو التنكيل بالمواطن، ما يلقاش يعني، لا يرحم ولا يخليه ورحمة ربي تنزل. أنا تبقى عندي نقطة أخرى. الرئيس كيف يشير إلى هذه النقاط اللي نجم يوافقوا فيها برشة توانسة؟ قلنا فما نقاط أخرى مش الناس كل متفقة معها فيها، ولكن في هذا أي مش هو رئيس الجمهورية وبحذاه الوزراء؟ يعني ألا ننتظر الخطوة اللي بعدها مختار متاع يتلفت الرئيس، يدور الرئيس الحكومة يقول له سيد رئيس الحكومة موضوع هذي كراسات شروط هذي نحبه ينتهي عنا فيه شهر 2-3 ونحبه ينتهي، هذه الخطوة مش هذه المنتظرة؟ في وقت من الأوقات يا حمزة قلت جملة ذهبت، مثلا قلت فلان الفلاني يفكر بصوت مرتفع. أي.
رئيس الجمهورية يفكر بصوت مرتفع. كلام صواب، كلام في محله، ولكنه بلا أثر وبلا جدوى، لأنه ما تخدمش على قاعدة صحيحة من خلال مراجعة القوانين والتشريعات، وأيضا تفعيل الآليات باش كلام الرئيس يمشي يطبق. هاو يقول عليه في زيارته الميدانية ويندد بما يندد، ثم يعود إلى قرطاج وتعود حليمة إلى عادتها القديمة، الجولات اللي عملها المدة الأخيرة على أكداس والجبال من الأوساخ. هل تم تجاوز هاك الجبال من خلال عمل البلدية؟ لا، البلديات ولا يخدموا مرة مرتين في الجمعة، ما نجمعش، ولكن توا هاك ولا يخدموا مرة مرتين إذا حبوا يتفضلوا باش ينظفوا. إذن ما ثماش متابعة. رئيس الجمهورية يقول أشياء في محلها لكن بلا جدوى وبلا أثر، لأنه ما عملش الآليات متاع هذا التغيير والمتابعة. مفروض مجلس وزاري مضيق يتلفت لوزير الإشراف في كل موضوع يطرحه ويقول له أنا تحسبني موضوع هذا مشروع نص قانوني، حتى يمشي من بعد في إطار قانون ولا مشروع قانوني يتعدل مجلس النواب أو رئيس الجمهورية كقوة اقتراح إلى في القوانين من خلال المراسيم. هو ما يعملش هذا، يكتفي الوزراء ينعموا نعم هكذا، ولكن من غير حتى الحزبين الوزراء الكل متفقين هما ورغم هي الكل اختصاصاتهم ومستائين من الانحرافات الحاصلة في موضوع الرخص وكراس الشروط واللي بونوبول اللي قاعدين يضيقوا على الناس انهم يدخلوا ويجربوا حظهم ويخدموا ويقدموا خدمة عمومية للشعب بيد الوزير، وهم يقولوا نعم. اذا شكون فكرتني بك الكلمة اللي قالها يذكروا بالخير حمادي جبالك العام وقت مشى قال لك وين الحكومة، هو رئيس حكومة وقتها، بمعنى انه احيانا هذا رئيس الجمهورية كلامه ما قول جدا في محله، ولكن من غير متابعة ومن غير تفعيل وتحميل المسؤوليات للوزراء اللي هي خدمتهم. بالضبط، مش خدمة رئيس الجمهورية. ننتظر التفعيل والنصوص، وربما تنشوف النصوص، خاطر الرئيس البارح حكى على نص عليه برشا انتظارات، اللي قال نص المؤسسات المالية الجديد، القانون اللي قاعد يحضر فيه وراها قال لهم هاو عندي نتاع المؤسسات المالية، يحكي على البنوك، واللي قال لن يكون نص يهم المؤسسات العمومية البنوك العمومية فقط، وإنما سيهم كل المؤسسات المالية. ربما نحكيه على البنوك، الميكرو كريدي والليزين، كل هذه المؤسسات المالية ربما سيهمها هذا المشروع الجديد. احنا مش ناخذوا فاصل سريع ونمشي ونشوفوا الوضعية نتاع السيدة اللي نحكيه عليها اليوم. وين هيك الوريقة؟ السيدة آمنة معموري ها وحسين جاب حذية بشعتين حكايتها، كريت لوزارة التجارة ما خلصتش في الكري. طب نحكيه بعد شوية على التفاصيل على حقيقة السيناريو السويسري المتعلق بكميات الأمطار المنتظرة الجمعة الجاية في تونس. هل صحيح اللي توقعات إحدى المراصد الجوية السويسرية تحكي على كميات أمطار تنجم تكون أكثر، الله يقدر الخير، من اللي عرفته ليبيا في إعصار درنا، وسامة قاعد يتبعنا في هذا الملف. لكن قبل معاك سلاك الوحلين نشوفوا وضعية آمنة ودارها المكرية لوزارة التجارة. بالفعل حمزة، دار آمنة المكرية لوزارة التجارة وبالتحديد الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس، الكاري هذه قديمة من عام 1989، كاري على 30 سنة للدولة لوزارة التجارة، تاع فيلا مساحتها 830 متر، فيها زوز طوابق، وهاو نشوفوا بالفيديو كيفاش الفيلا كبيرة، فيها جنينة كبيرة زادة أو مساحة أرض واسعة، وتحل على ثلاثة وجهات على الكياس الرئيسي في بن عروس. أكيد راه المواطنين اللي يسمعوا فينا توا وخاصة اللي يمشيوا لولاية بن عروس يعرفوا الإدارة الجهوية اللي نحكيوا عليها، نشوفوا حتى الكراهب في جنينة اللي ولات باركينج بالضبط، دونك نجم تهز حتى 10 كراهب في الباركينج هذايا والجراج إلى آخره. الكونترات وفاء 2019 حمزة، دونك 2019 وفاء الكونترا، قبلها بأشهر 5 ديسمبر 2018 مدام آمنة تراسل وزارة التجارة تقول لهم راهو الكونترا متاع الكري يوفى في 30 جوان 2019، يا أما نجدوا الكرية وألا تعطيوني داري. باش نحكيو بالطبيعة على تعديل سوم الكري، بما أنه السوم اللي مكرية به الفيلا هذه هو في حدود 1400 دينار، دار بالمواصفات اللي نحكيو عليها ب 800 متر مربع مساحة، زوز طوابق، تجاوزه الزمن هذا السعر، وهو كذلك. وحتى كي سألت على العقارات اللي قريبة الفيلات، فما فيلات أصغر برشا من الدار هذه وأسوام الكريم تاعها
أكثر من 1400 دينار. كما قلت زاد فيها 40 موظف اليوم يخدموا، يعني تات عندها طاقة استيعاب ومساحة محترمة. الاتفاق شنو كان وقتها مع الإدارة الجهوية للتجارة؟ هو تجديد العقد سنة إضافية من 31 جوان 2019 إلى 30 جوان 2020. كيف كيف من بعد نفس الشيء عاودوا جدوا مرة أخرى بعام 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 لين وصلنا ل 2023 وفي الكونترات 30 جوان 2023 مدام آمنة راسلتهم قالت لهم نحب على العقار متاعي. الإدارة الجهوية ببن عروس ما نقلتش العقار جديد اللي هو صعيب اللي هو صعيب باش يلقاو عقار، ما أخليتش المنزل والفيلا نتاع مدام آمنة، ما رجعت لهاش دارها، شو يقولوا لها؟ ما جدوش الكونترا وما خلصوهاش في الكري وما قالوا لهاش زيدا شنو باش يعملوا. هانا قاعدين نلقاو في حل. وفي الاثناء مدام امنه اللي معانا بالتليفون لا خلصت في فلوس الكريم تاعها لا خذت دارها ولا نجمت تلقى حل واجابه من الوزارة. امنه معموري معانا في المباشره، يلا ان شاء الله نهارك زين، صباحك فل. الو صباح الخير. صباح النور يلا، لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. هاو حسين فسر لنا الوضعيه. مرحبا حسين، تو فسر لنا الوضعيه، لكن اللي حبيت نفهمه الاداره كي تقول لهم انت تو هاك عندك 3 شهور ماكش خالصه في الكري، شنو قاعدين يقولوا لك؟ والله حبيت شي نوضح لك نقطه. قولي. انا من 2018 نطالب فيهم بالخروج وهما يقولوا لي ربي زيدنا ما لقيناش زيدنا. قبلت تعاونت الاداره والدوله كي تقولوها وقبلت زدتهم معا من 2019 وانا كل مره قبل 3 شهور ننبه عليهم بالخروج، ليه ما لقيناش دار تهزنا، ما لقيناش حاجه تساعدنا يا ولادي كيفاه وكل به. نشكر السيده الوزيره القديمه اللي قبلتني ولقيت معاها كيما نقولوا نص حل. عملنا ملحق كراء جديد هذاك اللي بعثتهولك البارح. ملحق كراء هذاك اش يقول؟ قالت لي زيدنا حتى الجوان 23 ونخرجوا في جوان 23. قالوا لك نخرجوا، معناها ما قالوا لكش نزيدوك في الكري. لا 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 الكري موضوع الكري انا نحب على داري، نحب هذاك مورد رزقي وكهو، ما حسيتش باش يزيدوني بالكري خاطر ما حبوش يعدلوه الكري. ومش معقول المبلغ هذاك في دار مساحتها هكاك ما يكريش حتى ربع برتمان. اي صحيح كلامك معقول جدا. دونك انت اليوم بالنسبه ليك ما عادش ما تروح مادام امنا موضوع انه يعدلوا الكري، تحب تسترجع عقار. انا حاولت معاهم من سنين الكل. من ليا 5 سنين تو، حتى من الصلح حتى من الموافق الاداري هزيت له الدوشي وحاولت يلقى معهم حل. الجواب نتاعهم هذاك هو، حتى نلقاو تو نلقاو كي نلقاو تو نخرجوا. اي وخي وقتاش تلقاو؟ كيفاش تلقاو؟ بالطبيعه ما يحبوش يقبلوني، نمشي نقعد نستنى. هي الحقيقه كانت امي معايا، تو امي كبرت مرضت تعبت كهو سلمت وليت انا معناتها لاهيه بالحكايه. انا تو نحب نعرف قاعدين في دار ما عندهم حتى صفه لهم 3 شهور. قلت لهم طلبت وانا المسؤولين طلبتهم قلت لهم كان تصير مصيبه في الدار شكون المسؤول؟ لا عندهم كونترا لا يخلصوا فيا. وبه قالوا لي توكي نخرجوا توكي نلقاو نخرجوا نخلصوك في اللي قعدنا فيه. اي باش تخلصوني على انا اسيت ولا على وعلى انا كونترا؟ ما حتى شيء. معناتها تعسفت. هذه وزاره التجاره اللي نهار كامل تحارب في الاحتكار وفي الحكايات الاخرين تتعسف في مواطنه. انا ماني مطالبه حتى شيء، نحب تطبيق القانون. ما تفهمنا يخرجوا في جوان. انت قلت لي الامنا، قلت لي الوزيره السابقه قالت لك نخرجوا في كذا، قالت لك كلام ولا كتبته؟ لا كلام، وعملنا كل ملحق الكراء وصححنا فيه وسجلته في القبضه والامور واضحه. خاطر صارت خاطر زاده ما قعدوا عام ونص ما خلصوني. زعما كيفاش الدار باسمك والكونترا باسم امك؟ وانا عامله لامي توكيل تعمل للدار اللي تحب، ما حبوش يستعرفوا بالتوكيل القانوني نتاعي. حصلوا بعد لقينا حل، لقينا حل اللي يعملوا لي ملحق كراء باسمي. قلت لهم على شرط 30 جوان خرجوا. قالت لي موافقه هي والمسؤولين. بو هي توا مشيت على روحها ربي عينها. انا في بالي هذاك هو تواصل، وهو كذلك تواصل الدوله. لا تواصل الدوله. انا كونتران تاعي يوفى ل 30 جوان. يعني انت هالهدره هذه لمنا من وقتاش ويتبع فيك؟ قداش عندها من عام؟ هذه 5 سنين. 5 سنين. خامس عام وفي باقي فرد جواب. هانا نلوجوا
اقترحت عليهم الحلول الكل. قلت لهم 30 جوان قالوا لي جمعة جمعتين الريقلوا هاي توا جمعة جمعتين دي خلال 3 شهور. واضح إليم نتبع معنا الموضوع خاطر حسن بدأ في تواصله هي. اتصالاته مع هذه الإدارة ومع الوزارة والملف يقول لي ديجا قاعدين يشوفوا فيه توا شكون تواصلت معاهم وبعد شوية في الساعة الثانية يرجع يعطينا التفاصيل وين وصلنا في التفاوض شنو عمل سلاك الواحلين مع وزارة التجارة في هذه الفيلا اللي ما حبتش تخرج منها وترجعها لصاحبتها. نرجعوا لك الأمن في الساعة الثانية ماشيين للميتيو مع الشيمة ثم الأخبار ومن بعد راجعين في ساعتنا الثانية. أنا راجعين IFM Météo.